معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي سيد نظير كندوري. مرحبا بك استاذ نظير، كل عام وانت بخير. استطاعت ايران إذن في هذه المده اللعب على مشاعر الجماهير في المده الماضيه واستخدام القضايا المصيريه في صناعه صوره ذهنيه لميليشياتها، الى اي مدى ترى ان هذه الحاله قد تكشفت الان؟ مساء الخير عليكم على مشاهدي قناتكم الكريمة، وكل عام وأنتم بخير وشعبنا بخير إن شاء الله. الحقيقة يعني ما تقوم به يقوم به النظام الإيراني ليس خافيا على الجميع إلا على من أغلق عقله وقلبه عن رؤية الحقائق، فهي لطالما تحاول أن تجند من تريد من خلال المشاعر الطائفية المشاعر الدينية للعمل بأجندتها. لكن الآن بعد يعني هذا الصراع تأجج بينها وبين الولايات المتحدة، يعني تكشف لكل من له عقل بأن النظام الإيراني مصالحه هي لها الأولوية الأولى وهي بالدرجة الأولى، ولا تهتم لكل هذا الكلام الذي سوقته لهؤلاء المغترين فيها بأن هي يعني النظام المدافع عن المذهب وهي النظام المدافع عن الإسلام. لا، هذه كلها وسائل قد استخدمتها لغرض مصالحها تتعلق بنظامها، والآن هذا الصراع قد كشف كل شيء وتبين للجميع بأن مصلحة دولة إيران أو دولة فارس هي الأولى في أجنداتها. ولكن ميدانيا على الأرض لا تزال إيران تستخدم تلك الميليشيات الموالية لها ربما أكثر حتى من الإيرانيين أنفسهم، وظهر ذلك جليا في أزمتها الأخيرة مع أمريكا ولا تزال مستمرة. إلى أي مدى ترى أن هذه الميليشيات في العراق سيكون لها دور في هذا الصراع؟ ربما يعني نتوقع أن النظام الإيراني يستخدم هذه الميليشيات إلى أبعد مدى إذا يعني اقتضى الأمر ذلك، وتحاول زجهم في أي محرقة ممكن يعني يشعر النظام الإيراني بها بأنه يقي الشر عن بلده. ولكن يعني أنا ما أتوقع أن هذه الميليشيات والتي يقدر أعدادها بالآلاف، هذه الميليشيات يعني سرعان ما تتبخر كل هذه الأعداد. يعني عندما يكون هناك قتال حقيقي أو أنه الولايات المتحدة استخدمت القوة في معالجة بعض المقرات التابعة للميليشيات أو استهدفت بعض الشخصيات التابعة لهذه الميليشيات، لتجد أن هذه الميليشيات كلهم يتركون سلاحهم ويذهبون إلى بيوتهم. كما تعرف أخي، كثير من هؤلاء الآن الذين يعملون في الميليشيات هو بسبب البطالة الموجودة في العراق، هي بسبب يعني انعدام العمل، انعدام فرصة العمل. لذلك هم يعني الكثير من عندهم ليس لأنه مؤمن بالأهداف التي جاءت بها إيران أو الأهداف التي تحملها هذه الميليشيات، إنما مضطرين للعمل في تلك الميليشيات. نعم، ولكن هنا كان باع عن تدريبات أن هذه الميليشيات، ميليشيا الحشد عموما، تجري تدريبات حرب شوارع وتحرير رهائن وما إلى ذلك من هذه التدريبات. أيضا صحيفة اندبندنت العربية ذكرت أن يعني هناك معلومات من واشنطن بشأن ضربة وشيكة ضد إيران. إذا كنا نتحدث عن ضربة، كيف يعني تفسر أن تكون هذه الضربة بيد تل أبيب كما تزعم الصحيفة البريطانية؟ يعني ما يقوم به النظام الإيراني من محاولة تدريب هذه الميليشيات على حرب عصابات أو عمليات اختطاف، يعني هذا هواء بشبك. يعني هم سوف لن تسمح لهم الفرصة لعمل ولو جزء بسيط من هذه العمليات، لأن العمليات العسكرية التي ستقوم بها الولايات المتحدة هي بشكل مختلف عما يخططون لها. يعني سوف تعتمد على القصف المدفعي، عفوا قصف الطائرات، إضافة إلى أنهم لديهم أجهزة استخبارات تستطيع التكهن بأي حركة من الميليشيات. لذلك يعني من غير يعني أنا أرى أنه من غير الجدوى هذه التدريبات، لأنها سوف لن تقلب ميزان القوة بين الطرفين. وأما يعني مثل ما نوهت أنه هل يمكن أنه إسرائيل تقوم بتلك الضربة، أنا لا أعتقد أن إسرائيل
ستحتاج لمثل هذه الضربة. ما زال يوجد في العراق قواعد أمريكية وقواعد للطيران الأمريكي قادر على حسم كثير من هذه المعارك، وأعتقد أن هذه المعارك بالنسبة للقوات الأمريكية بحجم قوتها وقوة الاستخبارات التي لديها هي لا تشكل حرب حقيقية، إنما يعني تضع حد لهذه الميليشيات بسهولة لو اقتضى الأمر. وهل تعتقد أن تقرير الاستخبارات الألمانية الذي كشف عن سعي إيران لشراء تكنولوجيا لصنع أسلحة دمار شامل سيعجل من هذه المواجهة المحتملة بين أمريكا وإيران عسكريا؟ أنا فقط أربط ما بين هذا التقرير الذي ذكرته الاستخبارات الألمانية وما بين الآن بالإعلام الأمريكي يتم التركيز على اتهام إيران بالعمليات التي حدثت في ميناء الفجيرة وكذلك قصف السفارة الأمريكية في بغداد وتوجيه الاتهام بصراحة للنظام الإيراني. فهذا التقرير يصب بنفس المسار على أن النظام الإيراني هو فعلا يريد من تطوير الطاقة النووية لغرض الأسلحة وليس لغرض الطاقة السلمية، وبالتالي كل هذه الأدلة ربما ستحكم حلقاتها ويثبت يعني على أن إيران ليس يعني نشاطها النووي سلمي إنما هو نشاط عسكري، وبالتالي ربما سيكون هناك إجماع على لجم هذا النظام ويعني وضع عند حده في هذه المرحلة. نعم، شكرا جزيلا لك كاتب البحث السياسي العراقي سيد نظير.